الآن في موقع الجريمة الإرهابية في منطقة غار الدماء بمحافظة جندوبة شمال غربي تونس على الحدود الجزائرية. كما تشاهدون، هذا هو موقع هذه العملية الإرهابية التي استهدفت دوريتين أمنيتين في هذه المنطقة التي تؤمن يعني الشريط الحدودي التونسي الجزائري. دماء شهداء رجال الشرطة من سلك الحرس الوطني ما زالت موجودة هنا، برغم أن قوات الشرطة كانت قد نقلت يعني جثامين هؤلاء الشهداء ونقلت المصابين إلى المستشفى بمحافظة جندوبة. يبدو أن المجموعة المسلحة قد جاءت من هذه المنطقة الجبلية الوعرة واستهدفت الدورية في هذا المكان. معنا أحد المواطنين من شهود العيان حول هذه العملية، يعني بعض التفاصيل لو كانت تقدمها لنا، كيفاش جاءت المجموعة المسلحة واستهدفت رجال الشرطة؟ نحن هنا في منطقة معناها هي معزولة من الريزو، ما لقينا كيفاش نخبروا، نسمعوا في الكرتوش تكلم ثهناء قنبلة المرة الأولى ضربت بطبيعتها هاني وين القنبلة وانضربت، من بعد نسمعوا في الكرتوش ياسر ضربي ثم درجين يا كرتوش ضرب، جانا نجاروا جانا نوصلوا للقريب بالبلاصه ونزيدوا نهربوا شوي نخافوا، ومنها جانا نقول للعوان الكل ما طايحين هنا موتى، واحد من يعنيها في الكهرباء هرب هو بيده بالعون بيده هز الكهرباء وهرب، نقلنيه معناها لكهرباء اخرى سيفيل اي سي زي ومشت هزاته الغرديمه، ونحن جينا كملنا لهنا للبلاصه نقول الاخرين طايحين هنا، قعدنا نستنوا في محذاك ما جاء الحاكم بعد ساعتين، جاء جت الجيش وجاء الحرس بعد ساعتين بوجهوا معناها جو وهم اخذوا بين معناها ديما تلفت الكاميرا في جنب الطريق يعني بنص متر على الطريق يعني معناها قريب للطريق زقت لهم معناها في نفس البلاصه يعني نشاهد ايضا حتى بقايا العبوه الناسفه، كما قالت الداخليه بانه تم استهداف يعني رجال الشرطه بعبوه ناسفه وكذلك بالرصاص الحي، هذه بقايا الهجوم المسلح على رجال الشرطه التونسيين. نلاحظ حتى الزجاج، يعني زجاج السيارات التابعه لدوريات الشرطه، والدماء تكسو هذا الطريق. عظيم انت آثار الدماء لازالت يعني موجودة هنا في مكان الجريمة الإرهابية التي استهدفت يعني 6 من الضحايا، لقوا حتفهم بحسب وزارة الداخلية وتم نقل الآخرين المصابين إلى المستشفى في حالات يعني حالات متفاوتة الخطورة.